السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا من جديد الأحباب الأكارم، معكم توفيق العياشي من قناة توفيق أنيميشن أمور. طاولت شوية في الغيبة، سمحوا لي، كان عندي بعض الأمور، فحتى لاشين ديالي راه ما دخلتش ليها تقريبا عندي شهر ولا شنو هو. فاللي صيفطوا دي كومونتير كيسولوا على شي حاجة وما جاوبتهمش ما ديروهاش مني قلة الصواب، راه يلاه رجعت نشوف القناة، إلا لقيت شي أسئلة مازال محيرين مازال خاصني نجاوب عليهم راه غادي نجاوب عليهم في الأيام القادمة إن شاء الله. فاليوم بغينا نديرو ليكزام ريجيونال بروميير باك ماروك أكاديمي فاس مكناس 2018. درت لكم الأكاديمي فاس مكناس 2018 لأن هو الريجيونال اللي عندي لحد الآن، صيفطات لي واحد البنت كتسول على واحد السؤال. ثم عندي ديال مراكش، هذاك عندي غير وراق مازال نصورو ندير لكم حتى هو. اللي عفاكم كيعرف شي سيت فيه هاد المواضيع ديال 2018 ارسل لي لادريس وندير لكم بزاف ديال المواضيع ندير لهم لا كوريكسيون. بطبيعه الحال مازال غنزيدو دي زوتي دو لونغ ومازال غنزيدو حويجات اخرين. فهاد النص الثاني ديال السنه هو اللي كنشط فيه بزاف اكثر من النص الاول. النص الاول كيكون بعيد من الامتحانات. العام فايت نشط في النص الاول على انه كان عندنا طرون كومان، فبالتالي عندهم لي نوفيل ديالهم كانوا في بدايه السنه كتخدم مع لي طرون كومان. دونك نتوما ولاد الباك الاولى باك، ولاد الباك اللي بغوا ولاد الثانيه باك، فهاد الشيء اللي قادم ان شاء الله غيبداو اللي عندنا بشويه شويه، غادي نتم غادي يمكن كنكثروا شويه المواضيع. ف كما كتشوفوا هاد القناه كتبت بالفرنسيه وبالعربيه، نفس الدرس كنديروا بالعربيه وكنعاود نديروا بالفرنسيه. وعفاكم بعض الناس كيقولوا لي ودي علاش كدير بالعربيه، لا خاص التلميذ يتصنت بالفرنسيه. شوفوا عفاكم، كاين واحد التلميذ وصل لولا باك وعدوا الامتحان، واش غنقول ليه؟ سير تعلم فرنسيه تجي عندنا. وهاد التلميذ ممكن يكون اكسلون في تخصصات بعيده على الفرنسي، ممكن اكسلون في اجتماعيات مثلا، ولا اكسلون في التربيه الاسلاميه، ولا اكسلون في وغدا يقدر يدير الحقوق في لافاك ويولي فيها دكتور في الحقوق ويولي السميه ديالو معروفه عالميا ويولي مستشار قانوني قد شنو، ولا دوك ولا دكتور في اجتماعيات ودكتور في الدراسات الاسلاميه، وربما يولي عنده كاع فيها مؤلفات وكذا. حنا نحبسوا عليه الطريق، نقول لا اجي سير حتى تعلم فرنسية عتجي، وممكن هاد الفرنسية تكون هي اللي حابسة ما بينه وما بين النجاح في البكالوريا. خصو غير ينجح في الباك ويمشي لداك التخصص اللي عزيز عليه وغادي يتلونسا مزيان. فكنظن بأنه أحسن حل هو هذا، اللي مزيان راه كيمشي عندي للفرنسية كيتصنت للدروس بالفرنسية، واللي شي شوية عنده مشاكل راه كيمشي لديال العربية، مع العلم أن كاينة تلميذة كانت كتابعني بالفرنسية وجابت 19 ونص فرنسية، كتابعني بالعربية وجابت 19 ونص فرنسية، دونك ماشي مشكل هذا الأمر. فندوزو عفاكم هذا لو سيجي، جو ميكسكوز لو تكست، لو تكست نقسمو لكم على جوج ديال لي ديابو. ها انت وقف انت الفيديو، انا ما غنبقاش واقف حتى تقرا انت، وقف الفيديو قرا حتى تتم ديال لو تيكست، حتى هي وقف الفيديو قرا وندوزو دابا الاسئله. اعذروني ما كاينش الوقت باش نعاود نكتب هاد الاسئله وكذا، فهاد الاسئله ما غاديش نصدع راسي نبقى ندير لكم الشرح ديالها، ما نعطيكم الشرح الرسمي ديالهم. فعندنا السؤال الاول قال لك ودي في هذا كاين اربعه ديال الاخطاء، هاد المعلومات اللي معطينك هنا اربعه ديال الاخطاء، قال لك صحح لينا هاد الجمله عاود كتبها ياك. وقال لك لا بواطه ميرفي ان رومون اتيز بوبليي او 19 سيكل، لو ناراتور اي راكونت لا سوليتود دان انفون دو 7 ans فيفون دون لي انفيرون دو فاس، ولا اوز انفيرون دو فاس بحال بحال. دونك فبالتالي قال لك صحح لنا هادو، بعض الاخطاء كاينين بطبيعه الحال. شوف عفاك هاد الاسئله، شوف الاسئله ياك، انا راه عارف المشكل ديال الشوف ما كيبانوش ليا الاسئله مزيان دابا. دونك فانا غنعطيك واحد الورقه فيها الاجابات الرسميه، اللي كنعاود نذكر به هو عموما ياك، واخا وليت كنلقى بعض المخالفات مؤخرا، عموما السؤال الاول والسؤال الثاني ما كيكونوش في لو تيكست، كيكونوا في لو باراتيكست. لو باراتيكست هو المعلومات حول النص، حول الروايه وحول كاتب الروايه. تلقاو سيتيو لو باساج، تلقى لو طابلو اللي كيعطوك فيه جونغ اوتور كذا ياك، اللي بدلوه لكم بهذا ياك. ثم
عندك هاد السؤال الثاني اللي تا هو عاطينك فيه بعض المعلومات وقال لك صححها، اللي تا هو في لو باراتيكست كيكون عموما كيكونوا جوج النقط هنا كوغ، كيف ما هنا عندك 0.5 مضروبه في 4 كل خطا تلقاه هنا راه 4 نقطه، وعندك هذا السؤال جوج فيه ا و بي 0.5 0.5، اذا جوج النقط على لو باراتيكست. وغتلقى الاسئله غالبا كيكونوا من السؤال 3 حتى السؤال 8، ستة الاسئله كيكونوا على لو تيكست، كيكون فيهم في نفس الوقت كيناقشوا معك المحتويات ديال لو تيكست، وفي نفس الوقت كيسولوك في بعض لي زوتي دو لونغ بطبيعه الحال اللي كاينين في لو تيكست، فيغور دو ستيل ولا روجيستر ولا داكور. دونك غنرجع واحد الرجعه الله ورعفكم غير باش نوريكم هانتو هاد لي زادريس راه فيهم المجموعه ديال الدروس، بحال مثلا مثلا كنظن هذا ديال لا برودكسيون اكريت راه تلقاو فيه شي 47 درس كا، كل درس كاين بالعربيه والفرنسيه، فيه لي تيب دو تيكست ارغومونطاتيف، فيه كيفاش نكتبوا لانترودكسيون، كيفاش نكتبوا لا كونكلوزيون، شنو هما لي بلون اللي كاينين، كيفاش كناناليزو لو سوجي باش نعرفوا اش من بلون خاصنا نختاروا، وجميع هاد الاشياء. اذا الاشياء اللي غنخدموا بهم اليوم ملي غندوزو انا وياكم لا برودكسيون اكريت ياك. ثم عندي لي زوفغ حتى هي راه عندكم تما، هاد لادريس راه فيها جميع الدروس على لي زوفغ، كيبداو بالدروس ديال الاولى باك وكيتبعوهم الدروس ديال الترون كومان، وكنساليهم بالدروس ديال الثانيه باك. ثم لي زوتي دو لونغ فيهم ريجيستر دو تيكست، فيهم ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت، فيهم ياك او فوكاليزاسيون مثلا فيهم، او هاد العام نكملوا بعض لي زوتي دو لونغ اخرين. فقلت لكم هنا الاسئله ما غنصدعش راسي معاهم، لاننا غنمشيو غنخدموا لا برودكسيون اكريت، هادو راه ما كيحتاجوش، هادو راه ما غاديش تستافد منهم انني نبقى نشرح لك نعطيك في الاجوبه ديالهم، داكور ما تستافد حتى حاجه كا، تبغي تعرف الاجوبه انا نعطيك الاجوبه في الاخر. فهنا كيف ما قلنا كنمشيو حتى السؤال غالبا كيكونوا غالبا 10 ديال الاسئله، انا كنظن عاطينكم غير 9، فغالبا ما تلقى السؤال 8 و 9 كتلقاهم اسئله على لانتربريتاسيون ولا لا رياكسيون ديالك او تيكست، يعني ردود الفعل ديالك من لو تيكست، شي ظاهره كانت في لو تيكست وكنسولوك كنقول لك ودي واش انت متفق مع هذه الظاهره، الا كنتي في بلاصه هذه الشخصيه واش غدير نفس التصرف، واش داكور. دونك اذا هذه هما جوج الاسئله الاخرين كيكونوا هكا، بالتالي الا رديتي البال عندي جوج النقط على لو باراتيكست، وعندي جوج النقط على لا رياكسيون او تيكست اللي ما عندها علاقه بالتا درس من الدروس اللي شفنا، ثم عندي سته النقط هما اللي على l'analyse de l'œuvre, l'analyse du texte, كنحلوا لو تيكست او لي زوتي دو لونغ. فبالتالي كتلقى غالبا ثلاثه نقاط، فالا كنتي كتعتمد بزاف على تبقى في فرنسي كتبقى تطحن غير في لي زوتي دو لونغ وفي لي زوفغ راك غلط، اللي خاصك تهتم به بزاف لا برودكسيون اكريت، هذيك على 10 نقاط، هادو فيهم ثلاثه نقاط وجوج نقاط ديال باراتيكست وجوج نقاط ديال رياكسيون او تيكست، بالتالي كنظن الامور راه باينه. فعافاك وقف قرا الاسئله، ثم هذه لا برودكسيون اكريت داكور، انا غنعاود نوريكم لو سيجي هذه لا برودكسيون اكريت كتبتها لكم داكور. دونك اللي غتنتبه معايا عافاك هو هنا هاد الحويجات اللي عاطينك راه منقطينك عليهم، فبالتالي داك اللي كيصحح الا كان كيصحح مقاد راه ملي كيلقى الموضوع ديالك كيجي كل نقطه من هادو اللي كاتبين لك هنا وكيشوفك واش دايرها في لو تيكست ديالك ولا لا، كنتي دايرها كيعطيك النقطه ديالها، دايرها ممتازه كيعطيك النقطه ديالها كامله، دايرها موين كيعطيك عليها نص ديال النقطه داكور. فبالتالي كتقدر تكتب ان تري بون سوجي، ولكن ما تذكرش جوج ديال الحويجات هنا من هنا ما ديرهمش في لو تيكست، وكيتنقصوا لك النقط ديال دوك الحويجات، ومن بعد كتبدا تقول انت لا انا كنخدم مزيان في الفرنسيه، علاش جبت غير 14 مثلا في الفرنسيه ولا علاش غير 15 في الفرنسيه، وانت ضيعتي جوج نقاط ولا ثلاثه نقاط فابور لانك ما خدمتيش منهج ما خدمتيش منظم. ف لو تيكست ها هو قدامكم كيف ما قلنا، هذه لا كوريكسيون رديتي البال راه كل سؤال عطينك عليه لي زانديكاسيون دو ريبونس دوك. ف الى مشينا مثلا لهذاك الاول غتلقى ان رومون اوتوبيوغرافيك ياك، غتلقى كلشي قدامك هنا هما مصحين قدامك، فندوزو الاساسي عافاكم
قال لك il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision. فكم القراية راه كنقرا كل عقيتي تشوف ضعيف فما تعتقدوش بانه راه عندي صعوبات في القراءة الفرنسية ولا كاين مشيتي شفتيني بالفرنسية راه تلقى بانني كنتكلم فرنسية صحيحة concernant leur avenir. اذا الاباء خصهم يتدخلوا في القرارات ديال الابناء ديالهم المتعلقة بالمستقبل ديالهم. إذن il est évident هي من البديهي ولا من الطبيعي ولا فبالتالي كيقولنا بان هذا الامر خاصو يكون ولكن قال لك cependant وقال لك certains de ses parents vont parfois jusqu'à obliger leur fils leur fille ou leur fils à choisir une branche مثلا scientifique ولا littéraire ولا une filière ولا اون اوبسيون شي اختيار في الحياه بون فهاد الاختيار كيكون لا يلائم كونفيان با لا الاذواق ديال ولا الاشياء اللي كيفضل ولا حتى على القدرات ديالو لي كاباسيتي ديالو مثلا ولد معدي في المات وكيقول يدير سيونس مات دونك قال لي كو بونسي فو دو سو كومبورتمون وبطبيعه الحال الجمله الاخيره بلا ما ندخل ليها الجمله الاخيره راه فيها كتب واحد لو تيكست اللي كتعبر فيه على الراي ديالك فعفاكم غتمشوا بعدا معايا هنا غنوقفوا على لو سوجي راه بحال ورونا اش خاصنا نديرو فقالنا الي تيفي دونك من الطبيعي ان وجاو قالوا لنا سوبوندون وختموها ب سؤال كو بونسي فو دو سو كومبورتمون فايت ليا قلت لكم بانه عندنا في موضوع كيكون عندنا اون اسيرسيون كيكون عندنا اون دوني كيكون عندنا معطى كيقدموا لنا فيه موضوع النقاش هذا المعطى ماشي هو اللي كيحدد لينا داكوغ ماشي هو اللي كيحدد لينا لو بلون ماشي هو اللي كيحدد لينا الطريقه اللي نكتبوا بها الموضوع لان ممكن يجي هنا في بلاصه شي يقول لي ما هو رايك فيما يخص هذا التصرف يجي يقول لي ما هي الاسباب التي تدفع هؤلاء الاباء الى فعل هذا اذا لا قال لي ما هي الاسباب راه تبدل الموضوع فاذا عفاكم اللي كيحدد لينا لو بلون اللي كيورينا كيفاش خصنا ننظموا الموضوع ديالنا واش نديروا ان بلان دوبينيون رجعوا عافاكم للدروس ديالي راه كلشي هادشي مفصل لي بلان دوبينيون عندنا ديالكتيك كيكون فيه المؤيدون والمعارضون وعندنا لو بلان كونسيسيف كيكون فيه هاد الترتيب ديال نعم ولكن ثم الراي ديالي وعندنا لو بلان بروغريسيف اللي كيكون فيه مباشره الراي ديالي كندخل من ورا لانتروديكسيون مباشره كنعطي الراي ديالي ونعلو دونك ف ثم كيكون عندي لو بلان اناليتيك اللي كيكون فيه لو بلان اناليتيك كيكون عندنا فيه تشخيص المشكل كيكون مشكل تشخيص المشكل الاسباب النتائج الحلول هذا كنسموه لو بلان اناليتيك وعندنا لو بلان تيماتيك اللي كيكون فيه تفصيل بعض الاشياء اللي عطاوها لنا مجمله وكيكون عندنا لو بلان كومباراتيف اللي كنقارنوا ما بين جوج ديال الظواهر معينه فالى رديتي معايا البال عافاك من الطبيعي ولكن مباشرة مش كنشوف هادو كيخطر لي في البال بأنه عندنا ان بلان كونسيسيف لو بلان كونسيسيف كنتقبل واحد الفكرة وكنعاود ننتقدها إذا هنا عطاوني الفكرة اللي خاصني نتقبل شنو هي الفكرة اللي خاصني نتقبل هي أن الآباء خاصهم يتدخلوا في المستقبل ديال الأبناء ديالهم ثم جاو وقالوا لي يا ودي ولكن انتقدوا لي واحد الامر يتعلق بالتدخل في لا 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 المستقبل ديال الابناء وقال لي بان بعض الاباء كيبالغوا في هذا الامر وكيوصلوا لحد انهم كيرغموا الابناء ديالهم على اختيارات لا تلائم هؤلاء الابناء دونك اليوم قررت ندير معكم واحد الامر قررت انني غنخدم معاكم سمحوا لي هذا خاص
خصني نسد هادي، اعتذر واحد الدقيقة هيك. ندير معكم اليوم فيكم واحد الامر، تعطوني غير واحد الدقيقة غنخدمو كي كيقولوا لايف، غنخدمو مباشرة الموضوع ديالنا. دونك كتب واحد الكلمة عفاكم، نختار خط كبير في الاخر، انا غنكتب لكم خط كبير وفي الاخر غادي نرجع وغادي نصغر هذاك الخط. داكوغ، دونك نكتب معكم خط كبير ونصغروا هذاك الخط. ف غنكتبوا دابا لانتروداكسيون. داكوغ، ف عفاكم لانتروداكسيون قلنا كيكون عندنا فيها ثلاثه ديال الحويجات، كيكون عندنا فيها اموني لو سوجي، كيكون عندنا فيها انونسي لو بلان، كيكون عندنا فيها بوزي لا بروبليماتيك. درت الخطا في الاكسون. اذن اللون هذه بالاحمر واللون هذه بالزرق. خلونا الاخرى بالاسود. ف امني لو سوجي هي طريقه لدخول الموضوع. فيتنا قلنا بان ممكن ندخل من لو جينيرال لو بارتيكولير. مثلا لو جينيرال لو بارتيكولير غنبدا نبداو مثلا الموضوع ديالنا بالواجبات ديال الاباء تجاه الابناء. كنتكلموا على مجموعه ديال الواجبات، وكنجيو لو بارتيكولير من ضمن هذه الواجبات كاين الحرص على المستقبل ديال الابناء ديالها. كاين الطريقه الثانيه لو كونستا، كنجي وكنقول اودي بانه كنشخص الظاهره اليوم، كنقول اليوم مجموعه ديال الاباء كيحرصوا بزاف على المستقبل ديال الابناء ديالهم. اولا اليوم الاباء بداو كيهتموا بالابناء ديالهم بواحد الشكل اكثر من الماضي، ولا نديروا لابروش هيستوريك، نقولوا البارح كانوا الاباء وكذا وهذا وهذا، كانوا ما قاريينش، كانوا كيهتموش بهذه الاشياء وما كيردوش البال للمستقبل ديال ابنائهم وكذا، واليوم راه بدا هذا الاهتمام بالابناء كيكبر. داكوغ، دونك اليوم غندير معكم انا لو جينيرال لو بارتيكولير. الاشاره غنخدموا بواحد الشكل بسيط جدا، فرنسيه صحيحه اللي تجيب بها بزاف ديال النقاط، ولكن في نفس الوقت فرنسيه بسيطه حتى الارض. ثم انونسي لو بلان، رد البال ملي غتفوت الباك بالنسبه اللي غيتخصص مثلا في شي لغه غيبدا يدير مثلا لو كومونتير التعليق، وفي لو كومونتير كيقول لي مودي في لو بلان، خاصك تقول اولا سنتحدث عن هذا وثانيا عن هذا وثالثا عن هذا. اذا في مستويات اخرى وفي انواع اخرى ديال الكتابات مزيان دير هاد لو بلان، ولكن بالنسبه لهاد لي بلان دارغيمونطاسيون لا، هاد القضيه مرفوضة إلى ما كانت على الأقل مكروهة جدا. إذا أنونسي لو بلون خاصني نكتب واحد الشكل اللي يفهم القارئ أنني غندير أن بلون كونسيسيف. قلنا لو بلون كونسيسيف أشناهو؟ نعم الآباء يجب أن يتدخلوا في مستقبل أبنائهم، هذه لابارتي الأولى. لابارتي الثانية ولكن كنتاقدوا هذه الفكرة، ولكن بعض الآباء يبالغون في هذا وهذا امر مرفوض ياك. ثم كنجي لا 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 بارتي الثالثه كنعطي فيها رايي. دونك اذا خصني من لانتروداكسيون، من لانتروداكسيون يعرفني القارئ بانني راه غادي نتكلم على نعم الاباء خصهم يتدخلوا، ولكن ثم غنختم بالراي ديالي.
ميمكنش مثلا في لانتروديكسيون نجيو نبدا نتكلم على الاسباب التي تدفع الاباء الى كذا كثيره ومتعدده، وهذه الاسباب قد تؤدي الى ضياع مستقبل الابن. ياك الا جيتي انت كتبتي لي هاد الحويجات في لانتروديكسيون، داك اللي كيقراني اش كينتظر؟ كينتظر انني غندير ليه نص تحليلي، ما نعطيش رايي، كينتظر انني غنجي ونقول يا ودي راه الظاهره فشات في المجتمع كثرات، و هاد الظاهره راه عندها اسباب كثيره، نتكلم على هاد الاسباب ثم نقول بانه هاد الظاهره راه يمكن تؤدي الى نتائج وخيمه من ضياع المستقبل ديال الابن، ثم نختم به، ولذلك راه خصنا نلقاو حلول لهاد الظاهره. فبالتالي خص يكون لانتروديكسيون والموضوع يكونوا غاديين في نفس الاتجاه، ماشي لانتروديكسيون كتكلم على الاسباب والنتائج ونجي للموضوع الداخل في العرض نتكلم على رايي انا على هذه المساله. هذا امر مرفوض، هذا بحال شديتي شي فيل ودرتي لي راس ديال سبع، داكوغ لانتروديكسيون راس ديال سبع ولوكور ديال فيل، فبالتالي ما كيكونش داك التناسق. ثم بوزي لا بروبليماتيك، الى مشينا لنص الموضوع لقينا الي تيفيدون ولقينا سوبوندون ولقينا ما هو رايك كو بونسيفو، اذا ولا عندنا البلان كونسيسيف باين. غنجو انا وياكم وغندير شوفوا رؤافكم، ما يكونش الهم ديالك ملي تكون انت تلميذ، كنتكلم دابا مع تلاميذ ضعاف ولا مويان، داكوغ دونك ما يكونش همك هو الافكار، ما يكونش همك هو توصل افكار ممتازه ملي تبدا تكتب ليكسبرسيون اكريت، خص يكون الهم ديالك هو تكتب افكار ولو بسيطه ولكن باسلوب صحيح، وتدي نقيطات، ما توصلش 10، ما توصلش 9، ما توصلش 8، ولكن ممكن تجيب 4 5 6، وممكن لك تي مويا ترقى حتى ل 7، انت كنتي يلاه غتجيب 4 ولا لا. دونك فبالتالي عفاكم كنحاولوا الافكار بسيطه جدا، وحتى كنعرف بان جوج التلاميذ كيفكروا بالعربيه عاد كيكتبوا بالفرنسيه، ملي كتمكن من اللغه كتولي تبغي تهضر بالعربيه كتفكر بالعربيه، وتبغي تهضر بالفرنسيه كتفكر بالفرنسيه، ولكن ملي كتكون باقي ضعيف كتحتاج ترجم من هنا لهنا. فبالتالي رد البال، كتمشي حتى وكدير تعابير صعبه جدا بالعربيه بالدارجه، كتجي تقلبها بالفرنسية، كي غدير؟ أنت راه مشيتي لمستوى عالي في الدارجة، عند الدارجة لغتك كتمشي لمستوى عالي وما كتردش البال، لا، حتى في الدارجة ملي نبدا نفكر خاصني نفكر بجمل بسيطة جدا، جمل فيها سيجي فيرب كومبليمون، فعل فاعل مفعول به، هما الجمل اللي خاصك تفكر بهم حتى بالعربية، باش يمكن ترجمهم بالفرنسية، وأنت كتبدا حنت كذا 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 فهذا كيدير، هادو راه تعابير معقدة، هادو راه دخلتي فيهم أدوات ديال الرابط، ودخلتي فيهم هاديك حنت وفا، وهادوك راه أدوات ديال الربط وهداك الشيء، فإذا عافاكم كتفكر بشكل بسيط. إذا بغينا ندوزو من لو جينيرال، لو جينيرال شناهو؟ الآباء عندهم بزاف ديال الواجبات تجاه الأبناء ديالهم، إذا هادي غنقولها بالدارجه نحاول نصيغها بواحد الشكل بسيط جدا. للاباء واجبات كثيره تجاه الابناء، ف لي بارون اون دي دوفوار ميكسكوز multiples envers leurs enfants. فبالتالي ياك لوغ زونفون خاصها واحد الاس،
نديرو نقطة ونجو نديرو parmi سي devoir رد البال بحالي انا مثلا بغيت نتفادى ديك parmi سي devoir parmi lesquels كاغا دوك ولكن تا واحد التلميذ اللي عندك مشاكل الفرنسيه ماشي الهم ديالك هو يسطر لك الاستاذ على واحد ان بوتيت ريبيتيسيون الا بغيتي تتفاداها غتخسر عليهم يبقى تفهم والو الدنيا هانيه ان بوتيت ريبيتيسيون واخا هنا راه مادام درنا نقطه نورمالمون سي با ان ريبيتيسيون انا ما عندناش ان ريبيتيسيون لا سطر على الاستاذ غير ظلمك دوك parmi ses devoirs il y a le fait de veiller à l'heure à venir. اليوم بغي نتعلمو اليوم راه نقدر نكتب لكم اليوم غير لانتروداكسيون وغدا نكتب لكم حاجه اخرى ياك باش ما نطولوش هذا الفيديو داكور بغينا نتعلمو جيت انا مثلا انا دغا كنلقى ولكن كنلقى بان بالنسبه لا 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 كنظن ان بعض التلاميذ دابا اش غيقولوا وكون عرفنا نكتبوا بحال الجمله كلها باس علينا ياك كاين بعض التلاميذ غيلقى بان الجمله صعبه بزاف دوك هنا تقدر تقول دوك العبارات ديال لو تيكست ياك نقدر نجي واخا انا ما غنكتبش parmi lesquels ولكن غنقول ils doivent donc veiller ولا شنو العبارة اللي كانت عندنا في النص فهنا كي قلت لك انت خصك تعرف راسك علاش قاد الا قدرتي على بحال ديك الجمله اللي كتبتي قبيله parmi lesquels وكذا وهذا وهذا مزيان ولكن الا ما قدرتيش il doivent donc les aider à prendre des décisions concernant leur avenir. دونك رد البال الاستاذ كينصحك اش كيقول لك كيقول لك اودي ما تعاودش نفس الكلمات اللي حتى لا بغيت تعاود شي حاجه من نص الموضوع ما تعاودش نفس الكلمات اللي كانوا دونك ف الى لقيتي شي حاجه تقدر تقول مثلا عرفتي بانه في الفرنسيه هذه الكلمه كتعني يجب أن يساعدهم على أخذ قرارات متعلقة بمستقبلهم هنا كتقدر أنت تجي وتبدأ تفكر غير بالعربية فكر في طرق بسيطة باش غتقول شي حاجة اللي كتعني تقريبا نفس المعنى ياك عرفتي مثلا مثلا فيغ بونسي ils doivent penser avec eux à leur avenir ياك فهنا الا قلتي بحال هاد الجمله راك عبرتي على داكشي اللي بغيتي الا ما لقيتيش خلي هاد التعبير واخا ديال نص الموضوع راك بدلتي ماشي كاتب نص الموضوع حرفيا اذا شديتي بعض الكلمات من نص الموضوع وكتبتيهم وانت مبدل ماشي غناقل نص الموضوع كامل وحاطه في الانتروديكسيون سي با ان بروبليم هذا ملي كتحصل بطبيعه الحال دوك نتوما غتشوفوا مثلا ملي غنخدم مع ولاد الفرنسيه غنخدموا بواحد المستوى اخر نكتبوا بواحد الطريقه اخرى لا 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 الانتروديكسيون ديالنا
داكور دونك اذا هنا عفاكم درنا لو جينيرال تكلمنا لو جينيرال شنو هو لو جينيرال هو الاباء عندهم مسؤوليات كثيره تجاه الابناء ديالهم ولا واجبات وقلنا جينا لو بارتيكولي شنو لو بارتيكولي خاصهم يساعدوهم على اخذ قرارات متعلقه بمستقبلهم ردوا البال هنا راه ديجا ملي قلت هكا انا بديت كندير في انونسي لو بلان شنو في انونسي لو بلان انونسي لو بلان هي بالنسبه لهذا الموضوع هي نقول بان الاباء راه خصهم يساعدوا الابناء ديالهم ونقول ولكن راه ما خصهمش يبالغوا الوغ نجي هنا ياك في انونسي لو بلان قلت هنا بان الاباء خصهم يساعدوا الابناء ديالهم غنجي هنا وغندير شي عباره ديال الضد اسهلهم هي مي مي il ne doivent pas bien donc je m'excuse اكسكيوز غنتكلموا على هنا ما كنعطوش اجوبه داكور فهاد لانتروديكسيون كنت دابا غندير واحد الخطا تقني فادح فهادشي اللي كنت غنكتب دونك لانتروديكسيون ما خصش يكونوا فيها الاجوبه انا كنت غنقول ولكن الاباء ما خصهمش يتدخلوا في لا هذا خطا داكور هنا اللي خاصني نقول انه راه الاباء كيتدخلوا في المستقبل ولكن بعض الاباء راه يبالغون في هذا الامر مي سيغتان بارون كوغان بخان لي ديسيزيون على بلاس دو leurs enfants. Yeah. Donc, شوفوا معايا عفاكم كنتكلم معاكم انا دابا باش نكونوا منطقيين عندنا enfant وعندنا enfant عندنا décision وعندنا décision. Donc, هنا راه واحد الانسان اللي شي شويه داير ما غيكونش عنده مشكل يتفادى الريبيتيسيون كي نعاود نذكرك انت تلميذ ضعيف بزاف واش همك هما لي ريبيتيسيون دي غير سطر ريال لي ريبيتيسيون غير داكشي اللي كتبت انا يكون باين وواضح وناخذ عليه واحد الخمسه ولا ناخذ عليه واحد السته داكور ونبقى انا نفكر بانني خاصني نبقى نتفادى بزاف ديال لي ريبيتيسيون وملي كنبغي نتفاداهم كندير تعابير اخرى كنغولي لي فراز وكندير وكنبدا كنخربق في هذوك لي فراز وهداك الشيء لا الا كنتي ضعيف ما كاين حتى مشكل الا كنتي ضعيف ممكن انك تدير بزاف ديال لي ريبيتيسيون داكور حنا باش نتفاداهم جو بونس تري رابيدمون مي سيرتان بارون مثلا انا غير باش نوريك بانني راه سير كنعلمك اكزاجير او بوين دو نو ولا توبليجي لور مثلا بلاص اونفون progéniture, l'oulet qui nous dit ma progéniture, leur progéniture à faire des choix qui leur sont nuisibles. D'accord. Donc, idem, بعض الآباء أكيد دفع أبنائهم لا يبالغون إلى درجة دفع أبنائهم إلى اختيار اتمني اليوم مع هاد الساكسون ياك
ولا إجراء بعض الاختيارات التي تؤدي به اكزاجير. إذن فين كان عندي الخطأ؟ بون هنا عفاكم، انا تفاديت لي ريبيتيسيون وانا بدلت الصياغه ديال هذا. قبيله راك تعطيكم صياغه اللي ما فيهاش التغيير هنا، داكور. دونك اش بقى لنا هنا؟ قالنا هنا لا بروبليماتيك. لا بروبليماتيك عفاك في النص ديال كونسيسيف تدير دي من هذا السؤال. Ont-ils raison de faire cela? واش محقين في هذا الفعل؟ إذا كان عندك pense, ont-ils raison de penser cela? بيان، بغيتي الطريقة الأخرى كتصيغ هاد المشكل، كتصيغو بواحد الطريقة اللي نجاوبو عليه بنعم أو لا. دونك أنا غنزيدكم هذا هنا. Ce genre d'intervention est-il مثلا sain؟ واش هو شي حاجة صحية؟ est-il judicieux؟ يعني صحيح. دونك اذا غالبا هاد جوج الانواع ديال الاسئله، اما شي سؤال اللي كتسائل فيه واش هذاك الانسان محق في هذاك الفكره ديالو، ولا واحد السؤال اللي كيقول هاد الظاهره اللي كناقشوا فيها واش هي صحيحه ولا خطا. دونك خلي لكم الاول. بهذا غنكونوا كتبنا لانتروداكسيون ديال الموضوع ديالنا. داكوغ، إذا كيف ما قلت لكم اليوم غنكتفوا بالانتروداكسيون، ولكن غادي نجي غير دابا وغنقول لك بأنه لو بلون ديالك كي غيكون. باش يمكن تدرب شي شوية، داكوغ، الغد ليه، أنا أنتم ما كاينش طريقة باش تراقبوني، يشهد الله سبحانه وتعالى بأنني ما وجدت حتى حاجة في هادشي اللي كتبت لكم دابا في الانتروداكسيون، ويشهد الله سبحانه وتعالى أنني ما غنوجدش لكم داكشي اللي غنكتب لكم في داكوغ في الديفلوبمون. ربما صحاب الفرنسيه حتى غادي نكتب لهم في واحد المستوى، وهذاك كتحتاج تبقى وتفكر وتدير وكيكون فيها اضاعه ديال الوقت. ممكن صحاب الفرنسيه غنكتب لهم انا الموضوع عاد ناقشوه، ولكن نتوما اللي بغيتكم تمشوا معايا باش تبداو تتعلموا معايا كيفاش غتكتب الموضوع ديالك، دونك فغنبدا نمشي معكم بهذه الطريقه كانني انا راه يلاه بادي خدام معاكم. راه شوف دابا راه درت في هذا الشيء ما عرفتش شحال ديال الوقت انا كنفسر لك فيه هذاك، ولكن بغيت تكتبوا راسي راه غنكتب هذه الانتروداكسيون في 3 ديال الدقائق ولا 4 ديال الدقائق، انت تكتبها كاع حتى في 10 ديال الدقائق راه عندك حاجه مزيانه. دونك الانتروداكسيون عفاكم الا مشيتي عند جميع الاختصاصيين ديال الكتابه كيقول لك اودي الانتروداكسيون اهم عنصر في الموضوع، علاش؟ لانه هو الوجه ديالك عند المصحح. هاد ديسيزيون كاتب فيها دير فيها شي خطا، دير دي سي ازيا و غير انا سطرت، اسمحوا لي سطرت على التكرار، ملي سطر احمر نسحب هذا راه مسطرين لي خطا، ولكن كتشوف ديسيزيون مكتوبه صحيحه. دونك معذره، فرد معايا البال. لو بلون كونسيسيف كيكون فيه دائما سيغت، وكيكون فيه cependant، ok confie enfin je pense. هذا الا بغيتيش دير كونكلوزيون معزوله، بغيتي دير كونكلوزيون معزوله كدير جو بونس كو وكتختم ب enfin. اذا في سيغت كتقبل الحاجه اللي طلبوا منك، اذا هنا سيغت راه في نص الموضوع بينوا لنا شنو الحاجه اللي غناقشوا في السيغت، نقولوا فعلا الاباء خاصهم يتدخلوا، شنو الاسباب اللي خاصهم يتدخلوا عليها. تكون مثلا بانهم لانهم اكثر تجربه في الحياه، غتقول لان الابناء مازال ما جربوش بزاف، دكور. تقدر تقول مثلا لان الاباء كيقدروا يكونوا عارفين جميع ما يتعلق بهذيك الشعبه،
الابناء كيكونوا ما عارفينش دونك، فهنا كيساعدوا الابناء ديالهم مزيان ثم غتجي وغدير سوبوندون وغتنتقد واحد الجانب من التدخلات. اذا قلتي لنا راه التدخلات مزيانه وكين جيتي هنا وقلتي لنا ودي ولكن راه كاين واحد القضيه، غنتقدوا الاباء اللي كيبالغوا في التدخلات وغنختموا بالراي ديالك انت. وهنا الراي راه واضح كاغ، الموضوع بحال عطاك كل شيء باينه، الراي راه تقول لنا اللي كانوا الاباء خصهم يتدخلوا راه خصهم يخلوا الابناء ديالهم الحريه وكذا وهذا وهذا، لان الابن هو اللي كيعرف القدرات الحقيقيه ديال راسو كذا. اذا الاب الدور ديالو هو يوضح ليه الصوره والابن يشوف الكفاءات ديالو القدرات ديالو ويختار داك الشيء على حساب داك التوضيح اللي عطاه الاب ديالو. دونك فايلا رديتي معايا البال هاد إلي تيفيدون اللي درتي في لانتروديكسيون هي اللي غتكلم عليها في ساخت، وهاد مي هي اللي غتكلم عليها في سوبوندون، وهاد انفان جو بونس راه هو الجواب ديال هاد السؤال. اذا الى قرا لك واحد هنا لانتروديكسيون راه نورمالمون واخا ما يقراش بقيه الموضوع راه خدا فكره على جميع الاشياء اللي باغي تتكلم عليها انت في الموضوع ديالك، لانه انت هنا جي انونسي لو بلون وريتيه بانك غدير إلي تيفيدون وغدوز المي وغدوز الجواب على سؤال ديال هاد التصرف واش صحيح ولا لا. دوك سيغت بطبيعه الحال كنقدروا نديروا ديك إلي تيفيدون، نقدروا نديروا إلي تان كونتيستابل، il est irrévocable, il est sans équivoque, nul, سمحوا لي الا كان شي خطا هكا بسيط، nul ne saurait ignorer que، هاد العبارات كاملين ها لا حتى الكيسور توضر شتو مسائل شوف كنظن نزدقو هنا ياك. سمحوا لي باش نمسح الاه، مسحت الاو الى تان كونتيستابل دونك اذا نزت او في ان كونتيستابل، كونتيستي هي كتناقش شي حاجه. اذا ملي كتقول الى تان كونتيستابل يعني من غير القابل للنقاش من المفروغ منه. هنا بغيت تتاكد شي حاجه اذا كتاكد من المفروغ منه ان الاباء خصهم يساعدوا الابناء ديالهم في اخذ القرارات كا، ولكن ما خصهمش ياخذوا القرارات في بلاصتهم. رديتي البال نعم خصهم يساعدوهم ولكن ما خصهمش ياخذوا القرارات في بلاصتهم. ثم الراي ديالك ف كنظن باننا راه وضحنا الموضوع، غادي نكملوا الصياغه ديالو، ولكن كنظن بانه راه بان لينا مزيان هذا الموضوع كيفاش خصو يتريطا كيفاش خصو يتخدم. ما بقى لي الا نتمنى لكم حظ سعيد، نسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق.